الماضي انه وتداولت هذه خمسة الاف وجيت وقضيت ازيد من 8 ساعات في ذلك اليوم لان كانت عندنا اشغال متواصله. ولما رايت سلطان النوم يقهرني عملت ان اقوم الى احد مكاتبي في فريق لكي استريح فيها كما يفعل اغلب النواب الذين يداومون على العمل. وكل فريق في المغرب في البرلمان المغربي عنده جناح وكل جناح في عده غرف هناك غرفه فيها كراسي مريحه او اماكن تسمح بالنوم ولو نوم جلي. وكل النواب الذين يتعبون يقومون الاماكن لكي يناموا قليلا ويعودون. عندما عملت في القيام انا عن الاخ الذي بجانب القلبي عندنا توجيهات نبقى حاضرين لان السيد رئيس الحكومه الذي هو رئيس حزبنا يتكلم ولا يليق ان تكون المقاعد امام فارغه. فكانت بالجوانب هذه جلسه شهريه لا لم تكن جلسه شهريه عاديه كانت نقاشا على اثر مجموعه من الجلسات لا اذكر ان كانت مناقشه ميزانيه او شيء. اذكر انه في ذلك اليوم كنت قضيت في البرلمان 14 ساعه وانا عائد من مده قريبه من المانيا بعد ان اجريت هذه العمليه وكنت اكل سبعه انواع من الادويه. فلما اردت ان اقوم وبدا عن الاخ بقيت التزاما ولو ذهبت الى احدى الغرف ونمت فيها او احدى كندات البرلمان Yeah, don't be sure.